أستاذنا الصدر رضي الله عنه موسوعي مجتهد، العرفان اضطراب. سابعا رأس يتكلم مضروبا في سبعة يساوي الجن مصدر للتشريع والعقيدة. سؤال موجه للجني، هل تكلم رأس الحسين؟ فهل صدق الجني أو قد صدق أحبابنا الصغار المبدعون قارئ الراب والشور التربوي، حيث قالوا يا إلهي ماذا جرى، يا للحول ماذا أرى، معتقد يؤخذ من جني، أين علوم أهل البيت؟ هل يعقل أن يترد العلم إلى هذا المستوى؟ وهل يعقل أن أستاذنا الصدر رحمه الله يستقي علمه من جلسات تحضير جن؟ وما سر هذه الأرواح والجن حتى يذكرها الأستاذ في أصول التسليك والعرفان والعقيدة؟ وما سر تصديقه وتسليمه بما يقوله الجن وإن لم ينقله التأريخ لنا؟ فقلنا لعله تكلم بهذا المقدار ولم ينقل من التأريخ إلينا. ولماذا الإصرار والاستمرار على ذلك ل25 سنة وتأكيده عليه في نهايتها؟ والغرابة أنه اعتمد مصدرا لكاتب مسيحي، وعجبي لا ينقطع من أن ذلك قد حصل في فترة تصدي الأستاذ للمرجعية وقبل وفاته ب5 سنين تقريبا، حيث كتب مقدمة الكتاب في عام 1414 للهجرة. في جوابه على سؤال نقل التأريخ عن زيد بن أرقم بالشام أنه سمع رأس الحسين عليه السلام يتلو قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا، أن نصدق الرواية أو نستبعدها؟ قال رضي الله عنه الاستبعاد في غير محله لعدة مستويات. المستوى الثالث، إني شخصيا كنت موجودا في ليلة من الليالي قبل 25 سنة تقريبا في جلسة من جلسات تحضير الأرواح، وقد خطر لي أن أسأل أحدهما قائلا هل تكلم رأس الحسين عليه السلام؟ وكان في حسباني أن تقول نعم أو لا، فكان من العجب أنها قالت تكلم 7 مرات. فقلنا لعله تكلم بهذا المقدار ولم ينقل من التأريخ إلينا، وإذا أمكن ذلك مرة أمكن مرات عديدة، وليس في قدرة الله بمستغرب. وقال أيضا وحصلت على كتاب بعد 25 سنة أو أكثر بعنوان الحسين في الفكر المسيحي تأليف أنطوان بارا وهو مسيحي، وإذا بي أجد في هذا الكتاب النقول التأريخية عن كلام رأس الحسين عليه السلام، فأحصيتها فإذا بها 7 كما سمعت من تلك الروح قبل 25 سنة. ثم قال وأود فيما يلي أن أنقل عبارة المؤلف وسأقوم بترقيمها تنبيها للقارئ على عددها، إنها في المصدر غير مرقمة، ولعل المؤلف لم يلتفت إلى أنها 7 موارد أو إلى أهمية كونها 7. أضواء على ثورة الإمام الحسين عليه السلام من صفحة 243 إلى صفحة 245. الصرخي الحسني. لمتابعة الحساب على تويتر والفيسبوك إليكم المواقع التالية.